أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم دوما. هذه حلقة جديدة دوما من نقاط ساخنة، سأشرف بأن أكون مع حضراتكم فيها خلال هذه الليلة. أنا أحمد أبو زيد. جملة من القضايا والعناوين الصحفية في الصحافة العربية والعالمية سنطرحها على حضراتكم، فضلا عن فقرتين نقاشيتين ستكونان معنا في خواتيم هذه الحلقة. تونس العاصمة احتضنت مطلع الأسبوع القمة العربية في دورتها العادية بشكل معتاد، قمة أتت وسط صراعات تفاقمت أصلا في المنطقة وهي كانت بالغة السوء، تدخلات من قوى إقليمية ودولية، وعلى قدر التحديات التي تواجه الدول العربية جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعكس هذه التحديات وبحق، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة بناء الدولة الوطنية أو لنقل الدولة الوطنية التي تحولت إلى أولوية لدى السياسة الخارجية المصرية. سوريا كيف بات يشكل الحفاظ على وحدتها تحديا كبيرا ومؤرقا. الأوضاع في اليمن حيث أحالته إلى بلد متشظ ومنقسم في ضوء استيلاء ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء ومدن أخرى. الأزمات في ليبيا والصومال فضلا عن القضية التي من فكت توصف بالقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية، فضلا عن الركيزة الأساسية التي تحرك وقود السياسة الخارجية المصرية وهي الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها والابتعاد بها عن أي تدخلات خارجية. البيان الختامي أيضا ركز على جملة هذه النقاط، فضلا عما أتت به بعض خطابات القادة والمسؤولين، حيث وصفت من قبل البعض بأنها أتت منصبة ومتركزة على قضايا التغلغل من قبل بعض القوى الإقليمية في المنطقة واستغلال الأزمات لتحقيق بعض أطماعها، وعلى رأسها بطبيعة الحال الدولتان المثيرتان للجدل في منطقتنا العربية إيران وتركيا. الأمر إذن كان على ما يبدو أثار غضب أمير قطر بحسب المراقبين تميم بن حمد، حيث انسحب من القمة عندما تحدث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وهو في معرض حديثه انسحب ليخلف مقعده شاغرا ليشغله أحد المسؤولين القطريين الذين شغلوا هذا المقعد، ما بعد مغادرة الأمير القطري الذي لم تكن تلك هي السابقة الأولى عندما غادر أيضا القمة العربية التي عقدت في صيف عام 2016 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. حضر في جانب يسير فقط والتقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليغادر من بعد ذلك أيضا دون أن يحضر بشكل رسمي أو أن يلقي كلمة بلده. كل هذه القضايا والتفاصيل، هل أوصلتنا القمة العربية إلى أي أمر ذي بال؟ هل يمكن البناء على أي مخرج من مخرجات هذه القمة العربية؟ أم أن الأمور ستمضي إلى ما نحن قد أمضينا فيه عقودا؟ في فقرتنا الحوارية الأولى سنطرح كل هذه التساؤلات مع ضيفنا الدكتور أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الذي سيحل ضيفا علينا. من الشأن العربي إلى شأن آخر لا يبدو منفصلا عن جملة ما طرحناه وما طرحت من قضايا في القمة العربية وهي التدخلات الإقليمية، والتي كما أسفنا كانت مرتبطة دوما بالدولتين المثيرتين للجدل دوما إيران وتركيا. من هذا الشأن سنتحول إلى نتائج الانتخابات البلدية التي لا تزال أصداؤها جارية في تركيا، والتي حلت كالصاعقة حسبما يراه بعض المراقبون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى حزبه العدالة والتنمية. خسارة المدن الكبرى الرئيسية في البلاد لمصلحة المعارضة، التي كانت دوما ما كان يقال إن الظفر بمدينة اسطنبول يعني الفوز بتركيا بأكملها. للمرة الأولى منذ 25 عاما أنقرة واسطنبول خارج سيطرة التيار الإسلامي أو الإسلام السياسي وكذلك حزب العدالة والتنمية التي تمثل الرئاسة السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت خارج سيطرة العدالة والتنمية. الحزب الحاكم ورغم تسخير كافة إمكانات الدولة بحسب كثير من المراقبين لخدمة أجندة العدالة والتنمية وللدفع ببن علي يلدرم باعتباره كان رئيسا سابقا للوزراء وكذلك رئيسا للبرلمان التركي، الأمر لم يؤتي أكله بالنسبة للناخبين الأتراك الذين حتى وإن كان بعضهم قد صوت في البلديات الصغرى في أنقرة واسطنبول لصالح العدالة والتنمية، لكن البلدية الرئيسية ومقر العمودية أو بالأحرى محافظ اسطنبول وأنقرة خسره العدالة والتنمية في خسارة حتى هذه اللحظة لا تزال تلقي بظلالها على حزب العدالة والتنمية. كل أشكال الاستثمار السياسي التي حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استثمارها في كل خطاباته حتى تلك القضايا التي لم تكن مرتبطة بصميم الأزمات في تركيا ولا بصميم الأزمات في المنطقة كأزمة مسجدي كرايست تشيرش لم تخلو من توظيف واستثمار سياسي كبيرين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن الأمور على النقيض تماما مما كان يصبو إليه العدالة والتنمية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهبت إلى المعارضة في أزمة
حتى هذه اللحظة، وكما أسلفنا تلقي بظلالها على حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أقر بأنه يتعين على قيادات حزبه أن تعيد النظر في مفردات خطابها مع القواعد الشعبية في المدن والبلديات التي خسر فيها العدالة والتنمية هذه الانتخابات. ما الذي حدث في أنقرة؟ هل هو بالفعل يمكن أن يوصف بأنه انقلاب الشارع على العدالة والتنمية؟ ما الذي بات يفكر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعيدا عن الحسابات الرقمية؟ هل هو مهزوم بسبب المدن الكبرى أم أنه خرج فائزا مع تقدمه بنحو 44% من البلديات، وتحديدا بعض البلديات الصغرى، إذا كان هناك إقرار بأن العدالة والتنمية خسر في أنقرة، خسر في اسطنبول، خسر في أنطاليا، خسر في إزمير، البلديات ذات الثقل الوازن التي كان يراهن عليها كثيرا وبشكل دائم من العدالة والتنمية؟ لكن حتى وإن كان البعض يتحدث بإحصاء رقمي عن أن التحالف الحاكم في تركيا لا يزال يسيطر على الجانب الأكبر من البلديات، لكن البلديات ذات الثقل والتي كما تقول بعض الأعراف الانتخابية في تركيا بأن الظفر ببعضها وعلى رأسها اسطنبول التي تشكل عاصمة اقتصادية ومحورا وركيزة أساسية على الأقل فيما يتعلق بالجزء الرابط والفاصل ما بين آسيا وأوروبا عند مضيق البسفور، هذه البلدية التي كان يناور بها بشكل دائم من رجب طيب أردوغان ودفع فيها بما كان يظنه ثقلا كبيرا بن علي يلدرم، لكن ذلك لم يفلح على الأقل فيما يتعلق بمنصب عمدة اسطنبول وكذلك أنقرة. هل المسألة كانت مرتبطة بنهج أيديولوجي؟ هل قامت الانتخابات في تلك المناطق على أسس أيديولوجية وبالتالي يمكن أن يكون الأمر له ردة عكسية على مستوى الراغبين في أن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات دعما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولأيديولوجيته ولجماعته، أم أن المسألة كانت مرتبطة ببعض السياسات التي أقدم عليها الرئيس التركي وبالتالي كان منطقيا أن يذهب الناخبون الأتراك إلى غير ما تذهب إليه الحكومة التركية في أعوامها الأخيرة، أم أن المسألة مثلا كانت مرتبطة ببعض التصرفات الاقتصادية التي وصفت بالرعناء أو الطائشة التي أفضت إلى تراجع مذل لليرة التركية بين قوسين حسب ما رأى اقتصاديون كثروا في السنوات الأخيرة على خلفية انخراط تركيا في أزمات لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل كما يقولون؟ هذه الأسئلة وغيرها ستطرح بطبيعة الحال في نقاش في فقرتنا الثانية من حلقة هذا اليوم، والتي سيكون معنا فيها الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية والكاتب الصحفي المعارض ترجوت أوغلو. بعد فاصل قصير نبدأ أولى فقرات هذا اليوم، وككل أربعاء سنبدأ بقراءة أبرز ما جاء في وسائل الإعلام العربية والعالمية والتي أتت فيها نتائج الانتخابات البلدية التركية ذات النصيب الأوسع من اهتمامات الصحف على مدار الأسبوع. أهلا بحضراتكم من جديد. من أكثر الأخبار التي أثارت انتباه كانت تصريح نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدمته حسب ما يقول بشأن علاقة بعض المحللين في قناة CNN الأمريكية الموالية بحسب التقاليد الإعلامية الأمريكية إلى الديمقراطيين والحزب الديمقراطي عن علاقة بعض المحللين وبعض المعلقين في تلك القناة بقطر. هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن أسماء هؤلاء الذين يعملون لدى القناة الأمريكية، تقول مجلة أمريكية أن لدى العديد ممن يطلق عليهم خبراء الأمن القومي في شبكة CNN والذين يتم مشاهدتهم على شاشات التلفزة في كل ليلة لهم علاقات مباشرة مع قطر. هي وفق وصف بعض المجلات والدوريات الأمريكية كان هناك حديث عن ارتباطهم بدولة ممولة للإرهاب في الشرق الأوسط والتي وضعت نفسها على منصة الحرب ضد أهم حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين. حتى عندما يتعلق الأمر بمناقشة المسائل فعلى الأرجح يكون هناك تضارب واضح في المصالح كالتعليق على الشؤون الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو بدولة الإمارات، فإن هؤلاء المعلقين في CNN ليس لديهم أي مشكلة بحسب هذه المجلة في إظهار مساندة قطر ضد منافسيها، لكنهم لا ينكرون مطلقا أنهم يقيمون علاقات بقطر ويخفون علاقاتهم بها. يعمل هؤلاء تحديدا أربعة ممن يظهرون بشكل دائم على شاشة CNN، واثنان منهم يعملان بدوام كامل وبشكل مستمر كمروجي دعاية لصالح قطر، لكن ذلك يعرف تماما عن أنها كانت تشاهد كشبكة حيادية هذا في المفترض. لكن وفق هذه المجلة فإن هؤلاء المعلقون الذين يظهرون على شاشة CNN لديهم علاقات مباشرة، وتحديدا علي صوفان الذي يظهر على CNN بشكل منتظم كما ظهر في فيلم وثائقي ضد المملكة العربية السعودية، والمدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية ومقرها الدوحة، وتحصل الأكاديمية التي يديرها على دعم مباشر من النظام القطري. أما الثاني فهو مهدي حسن أحمد،
هو أحد الضيوف المنتظمين في شبكة CNN، ومقيم منذ فترة طويلة في شبكة الجزيرة القطرية. أما الثالثة فهي جوليت كايم، ومحللة CNN لشؤون الأمن القومي، وعضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، والتي تشكل واجهة لمجموعة خاضعة لسيطرة قطرية للدفاع عنها بشأن استضافة مونديال 2022. أما الآخر فهو بيتر بيرجن، وهو محلل للأمن القومي في ذات الشبكة. ليس له صلة مباشرة بأي مؤسسة حكومية قطرية، لكنه بحسب المجلة زائر منتظم إلى الدوحة، ويقوم بدعاية لقطر حول منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما ذكرت دوائر أمريكية. إلى صحيفة لوموند الفرنسية، والتي سلطت الضوء على نتائج الانتخابات في تركيا وهزيمة الحزب الحاكم في أنقرة واسطنبول تحديدا في مقر البلديات الرئيسية، والتي تقول لوموند إنها تشكل ضربة قوية لإردوغان الذي سيطر على الحياة السياسية بالمدينتين الأكبر منذ عقدين متواصلين من الزمان. لوموند تقول إن الهزيمة في هذه الانتخابات بمثابة تحذير لإردوغان، معتبرة أنها بداية النهاية للرئيس التركي. تقول الصحيفة إنه بالرغم من التدابير التي اتخذها الرئيس التركي وحزبه من السيطرة على الإعلام، فإن هزيمة إردوغان في اسطنبول وكذلك في أنقرة تعد نكسة غير مسبوقة بحسب لومون، وهي نقطة تحول رئيسية في البلاد، حتى بالرغم من أن العدالة والتنمية لا يزال القوة السياسية الأولى في البلاد. الصحيفة تقول إن تيار الإسلام السياسي يغزو المدن التركية الكبرى منذ عام 94، بما في ذلك أنقرة واسطنبول، عندما كان حزب الرفاه يشكل ركازا للانتخابات في ذلك الوقت ومسيطرا على هاتين البلديتين الكبيرتين. الأسلمة لم ترضي الناخبين السنة المحافظين بحسب لوموند، فإنها تؤذي النخب السياسية الجمهورية القديمة والطبقات الوسطى الجديدة المنفتحة على العالم. الصحيفة اعتبرت أن نتائج الانتخابات كانت أشبه باستفتاء جديد على شخصية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما كان التصويت بحسب لوموند يعكس الاستياء المتزايد من الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها تركيا. إلى مجلة فوكوس الألمانية، والتي وصفت المعارض التركي أكرم إمام أوغلو الذي تؤكد المؤشرات فوزه في الانتخابات البلدية لإسطنبول متفوقا على رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم بأنه قاهر إردوغان في اسطنبول. المجلة تشير إلى أصول المعارض التركي إمام أوغلو التي تعود إلى مدينة البحر الأسود التركية طرابزون، وجاء للدراسة في اسطنبول وعمل بعد التخرج وللمرة الأولى في شركة والديه. المجلة الألمانية تشير إلى تواضع سياسي لحزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو، والذي ستشهده بظهوره ليلة الاثنين بعدما أصبح بالفعل رئيسا لبلدية اسطنبول، حيث سيظهر أمام مؤيديه. يقول في مؤتمر صحفي إنه يريد البدء في العمل في أسرع وقت ممكن لخدمة الشعب التركي في مدينة اسطنبول. المجلة تقول إنه على عكس منافسه بن علي يلدرم التابع لحزب إردوغان، فلم يقدم أوغلو أي حملات دعائية أمام آلاف المؤيدين، ولم يشن هجمات عدائية ضد منافسيه، بل انتهج أسلوبا كان قائما على النقاش مع رجال الأعمال والناخبين. بحسب فوكوس فإن التباين كان واضحا بين الحملتين الانتخابيتين للعدالة والتنمية، وكذلك الحملات الانتخابية للمعارضة، لأن الرئيس رجب طيب إردوغان قاد حملة عدائية للغاية، واستخدم ألفاظا حادة، واتهم الغرب بالصمت حول جريمة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وادعى أن الصحافة الغربية ستلتزم الصمت حول الجريمة. على الجانب الآخر تصرفت المعارضة بشكل وصفته فوكوس بالتكتيكي. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي بدورها أيضا سلطت الضوء على نتائج الانتخابات البلدية في تركيا، وقالت إن الانتخابات جرت في تركيا وتعتبر بحسب نتائجها أول نكسة انتخابية كبيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ وصوله للسلطة قبل 16 سنة. أضافت الصحيفة أن الانتخابات البلدية التي جاءت بعد 9 أشهر من الانتخابات الوطنية التي مددت سيطرة إردوغان على السلطة كانت تثير رعب إردوغان والحزب الحاكم بسبب الأزمات الاقتصادية والركود الذي باتت تعانيه تركيا. إردوغان أعلن فوزه في جميع الانتخابات، وبرغم النتائج التي أظهرت تقدم العدالة والتنمية ب 15 نقطة على حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرة الأولى في حياته السياسية، يتفوق إردوغان ليس فقط في بعض البلديات، لكنه يمنى بخسارة كبيرة
ويتذوق مرارة الهزيمة في مركز القوة والثقل السياسي التركي في أنقرة وكذلك اسطنبول. اسطنبول التي كانت مهمة جدا حسب نيويورك تايمز لحزب أردوغان، خسارتها كانت تشكل ضربة قوية لحزبه الذي أظهر تراجعا في شعبيته بعد 17 عاما أمضاها في السلطة بحسب الصحيفة. بينما يظل أردوغان هو السياسي الذي يصنف نفسه ويقدم نفسه باعتباره الأكثر شعبية، لأن حزبه فشل في الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية في يونيو واضطر للتحالف مع حزب الحركة الوطنية. تمت المصادقة على الاستفتاء في عام 2017 الذي منح سلطة جديدة كاسحة له على السلطة التشريعية وتغولا على السلطة القضائية من قبل أغلبية ضيقة من الأتراك. وما يتعين الإشارة إليه في هذا الإطار إلى أن حتى أنقرة واسطنبول كانتا من بين المدن والبلديات الكبرى التي صوتت ضد التعديلات التي كان يريدها أردوغان لنفسه ومررها بفعل بعض البلديات الصغرى. إلى صحيفة حريات التركية والتي أشارت أيضا إلى ذات الموضوع حول النتائج الخاصة بالانتخابات البلدية والتي أقيمت في تركيا، وأظهرت فوز مرشح تحالف المعارضة منصور يافاش على محمد أوزازيكي مرشح تحالف حزب العدالة والتنمية والذي يقوده الرئيس التركي أردوغان بفارق نقطتين. يعود الحزب الجمهوري إلى رئاسة بلدية أنقرة بعد غياب 25 عاما. بحسب الصحيفة فقد كانت العاصمة أنقرة لنحو 25 عاما إما خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم الذي يقول إنه صاحب مرجعية إسلامية أو من قبل بعض أسلافه من التيارات الإسلامية كحزب الرفاه. صحيفة حريات تقول إن يافاش استطاع هزيمة منافسه باعتباره يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية، كما أنه عرف بإصراره على الفوز في الانتخابات السابقة ومعروف أيضا لدى أبناء العاصمة بعكس منافسه أوزازيكي الذي يفتقد إلى شعبية حقيقية وفق حريات. قبل أسابيع من الذهاب إلى الانتخابات البلدية كيلت اتهامات التزوير كيلا واحتيال من قبل مدعي عام أنقرة ضد يافاش، لكنه اعتبر أن وراء هذه الاتهامات حزب العدالة والتنمية بعد أن شعر بالخوف من إمكانية خسارة العاصمة. أشارت الصحيفة إلى أن أردوغان دخل الانتخابات البلدية لأول مرة في أنقرة دون الوجه الأبرز وهو عمدة أنقرة السابق مليح جوكيتشيك الذي كان له تاريخ في الحكم المحلي برئاسة أنقرة منذ عام 94، حيث اضطر للاستقالة تحت ضغوط من أردوغان عام 2017 بداعي ضخ دماء جديدة. إلى صحيفة إزفيستيا الروسية والتي تنقل عن مصادرها أن روسيا ستقيم في إقليم ناخيموفسك في شبه جزيرة القرم محطة الرادار الحديثة فورونغ، وذلك عبر تتبع رادارات لها لتحركات الطائرات والأقمار الصناعية فضلا عن إطلاق أي صواريخ باليستية أو مجنحة في منطقة البحر المتوسط وصولا إلى مضيق جبل طارق حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع. يشير خبراء إلى أنه في ظل زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط فإن روسيا تحتاج إلى منظومة رادارات حديثة تغطي منطقة البحر المتوسط، فيما يؤكد خبراء عسكريون أنه بالرغم من عمل شبكات محطات الرادار حول البلاد لأن هذه المنظومة الرادارية ستعزز المجال الراداري الموحد، وسيتم نشر المحطة الجديدة على سواحل القرم حتى لا تتسبب بعض الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة في تشويش عمل الرادارات. من المتوقع الانتهاء من إقامة هذه المحطة في عام 2023، فيما يقول الرئيس السابق لإدارة التعاون العسكري الدولي التابع لوزارة الدفاع الروسية ليونيد إيفاشوف إن روسيا بحاجة إلى رادارات حديثة باتجاه البحر المتوسط. يقول إن الوضع في الشرق الأوسط يزداد توترا ويشكل خطرا عسكريا حقيقيا. يلفت الانتباه أيضا إلى زيادة نشاط حلف الناتو في هذا الاتجاه وزيادة تواجد قوات الحلف في مياه البحرين الأسود والمتوسط، مشددا على حاجة روسيا للحصول على المعلومات الكاملة حول التهديدات. إلى صحيفة الاندبندنت البريطانية حيث تنشر تقريرا تتحدث فيه عن تحذيرات سرية أطلقها كبير موظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة لوزراء الحكومة من التبعات الخطيرة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق ينظم هذه المسألة. الصحيفة تقول إن مارك سوديل السكرتير الخاص في الحكومة البريطانية أخبر الوزراء أن مغادرة الاتحاد من دون عقد اتفاق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 10%،
وستكون الشرطة حينها غير قادرة على حماية الناس، كما أن الاقتصاد سيعاني من أسوأ أزمة تعيشها بريطانيا منذ عقود. يحذر سيدويل من أن الحكم المباشر لأيرلندا الشمالية سيتم تفعيله مجددا للمرة الأولى منذ 2007، وستواجه الحكومة ضغوطات لإنقاذ الشركات المفلسة. تقول الصحيفة أن هذا التقرير المكون من 14 صفحة والذي أرسل إلى كل عضو من أعضاء الحكومة البريطانية يؤكد فيها السير مارك سيدويل أن حدوث البريكزيت من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أقل أمنا، وسيعرض مؤسسات إنفاذ القانون لتحديات كبيرة. تشير الصحيفة إلى أن هذا التحذير يأتي قبل 10 أيام فقط من الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بعد أن تم رفض الخطة المقدمة من قبل تريزا ماي في 3 مرات متتالية. قد صوت أعضاء البرلمان فيها ضد مختلف التعديلات المقترحة، فيما أصر رئيس مجلس العموم البريطاني على أن هذا الاتفاق لن يحظى بأي قبول إلا إذا تم إدخال تعديلات جوهرية حقيقية عليها. إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي تسلط الضوء على أزمة إنسانية تصفها بالعميقة وظروف قاسية تهدد حياة أكثر من 73,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا. الصحيفة تقول إن المخيم، وهو عبارة عن بحر مترامي الأطراف من الخيام البيضاء، غالبا ما يترك فيه الجرحى دون علاج، فيما يعاني آلاف آخرون من أزمات مرتبطة بسوء التغذية وتردي الأوضاع المعيشية. يضم المخيم 3 عيادات متنقلة، فيما تقع المستشفيات المحلية على أطراف هذا المخيم وتعج بالمرضى والمصابين بجروح توصف بالخطيرة جراء القتال على مدار أسابيع. أضافت الصحيفة أن 31 شخصا توفوا الأسبوع الماضي وهم في طريقهم إلى المخيم، أو بعد فترة وجيزة من وصولهم إليه، بسبب الإصابات الناجمة عن الجروح أو سوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في هذه الحالات إلى 217 حالة. أما الأطفال والذين يشكلون نحو 65% من المقيمين في المخيم، فيعملون على نقل الجرحى أو الأقارب المسنين في عربات مصنوعة من الخشب المتهالك. تقول الصحيفة إن المخيم استقبل مؤخرا آلاف الفارين من بلدة الباغوس، التي كانت تشكل آخر جيب متبق لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، نتيجة المعارك التي جرت بين مقاتلي ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش. نتحول مع حضراتكم إلى فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بحضراتكم من جديد إلى فقرتنا الحوارية الأولى، والتي وكما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة سنسلط خلالها الضوء على نتائج القمة العربية. هل من جديد يمكن أن يضاف عبر هذه القمة وما أنتجت حول ما أثره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه في القمة التي عقدت مطلع هذا الأسبوع في العاصمة التونسية، وتناولت عددا من القضايا التي تؤرق المنطقة العربية بأسرها؟ الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ينضم إلينا في الاستوديو. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. ما الذي يمكن أن تنتجه هذه القمة أو أنتجتها، أو ما الذي يمكن أن تضيفه إن كان فيها إضافة؟ القمة في إطار دورتها 30 الاعتيادية في تونس، الحقيقة كان ليها مجموعة من التأكيدات المهمة جدا قبل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التأكيدات جت في إطار إعادة الاعتبار إلى مفهوم تراخت الدول العربية كثيرا في التعامل معها في الفترة الأخيرة، مفهوم المتعلق بالأمن القومي العربي. والقمة أعادت تاني وضع الإطار اللازم لمفهوم الأمن القومي العربي للوطن العربي، وحددت الدول التي تحارب هذا الوطن بالوكالة، وحددت العناصر المشاركة في هذه الحرب على الوطن العربي، وحددت الأطراف سواء من الداخل أو من الخارج التي تشن هذه الحرب، وكانت واضحة تماما في تحديد هذه الأطراف. حضرتك تتحدث عن ما تضمنته كلمات بعض الرؤساء والملوك والزعماء، ولا البيان الختامي في أي نقطة تحديدا؟ أتحدث عن مجمل القمة، لكن
نقف بقى عند حديث بالتحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك سلمان، وحديث معالي الوزير السفير أحمد أبو الغيط. وهنا يهمنا أن احنا نقف في الكلمات الثلاثة علشان نفهم إيه اللي حصل بالتحديد. في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طرح الرؤية المصرية الثابتة تجاه قضايا الوطن العربي باعتبارها المكون الرئيسي للأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري لا يمكن أنك أنت تفصله عن إطاره الأكبر اللي هو الأمن القومي العربي. فده كان التأكيد على الدولة الوطنية العربية، وأن الدولة الوطنية العربية باتت مهددة بكثير من العوامل المفتعلة من قبل قوى إقليمية ومن قبل قوى خارجية، وأن الفرصة قد حانت في هذه القمة أن يحصل نوع من أنواع التوافق على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية سلمية. الدولة المصرية دائما حريصة على أن تنهي الأزمات في بعض المناطق العربية وبعض الدول العربية زي سوريا زي ليبيا زي اليمن، وفقا لما تم التوافق عليه في التفاهمات المختلفة الأممية اللي بتتم في هذا الشأن، سواء في جنيف سواء في ستوكهولم سواء اتفاق الصخيرات فيما يخص الشأن الليبي. فكل ده هل هناك قضية من القضايا التي استعرضتها حضرتك أستاذ أحمد هي محل توافق عربي عربي تحت مظلة الجماعة العربية؟ هل هناك قضية واحدة تحظى بقدر من التوافق يوصلها إلى احتمالية الحل؟ هذه يعني القضية الأولى دي طرحت وتم التوافق عليها بالطبع. القضية الثانية الأهم الحقيقة كانت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية من المهم في هذا الإطار التأكيد على أن هي لب القضية التالية ليها وهي قضية الإرهاب. رؤية الدولة المصرية للقضية الفلسطينية أن هذه القضية هي مفرخ التجنيد للتنظيمات الإرهابية، لأن هم بيستغلوا الوسيلة الأكثر استثمارا بالنسبة لأغلب التنظيمات التي تمارس الإرهاب حتى هذه اللحظة هي القضية الفلسطينية والمظلومية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، والرئيس السيسي أشار إلى هذا في أكثر من مناسبة. بالضبط زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ أحمد، و يعني شرعنة الظلم أو شرعنة الجور على حقوق الفلسطينيين وشرعنة هذا السلوك الأمريكي الجائر تجاه القدس واتجاه إعلان دولة يهودية في عنصرية شديدة واكتراء على الحقوق والقرارات الأممية في هذا الشأن، وفي اكتراء على الحقوق العربية في العودة إلى حدود 4 يونيو 67، وفي اكتراء على الالتزام بمبادرة السلام العربية المطروحة في 2002، وفي اكتراء على الحقوق العربية في حقوق اللاجئين اللي الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من منظمة دعم وغوث اللاجئين. كل ده بيقول الولايات المتحدة الأمريكية كيف تمارس ضغوط على الشعب الفلسطيني لكي يفقد الأمل في فكرة حل الدولتين، ولكي يفقد الأمل أنه يبقى فيه وطن اسمه فلسطين. والقمة هنا تمسكت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقوة أن لا توصل لسلام إلا بحل عادل ودائم وشامل لهذه القضية، يقوم على المبادرة العربية للسلام، ويقوم على احترام القرارات الأممية الصادرة والعودة إلى حدود 4 يونيو 67، لأن هو ده هيقفل الباب أمام مصدر رئيسي لتفريخ وتجنيد الإرهابيين على منهج التطرف. المبادرة العربية لا تزال حية، هناك أمل حتى وإن كان محدودا أو ضعيف في أن تنتج أي شيء، ولا المبادرة العربية خلاص هي يعني وريت الثرى وانتهى دورها تماما؟ لا، ما هو أنت بتتكلم على الإرادة السياسية، يعني حتى عنوان القمة الرئيس التونسي قائد السبسي اختار لها عنوان العزيمة والإصرار. انت بتتكلم على كيفية استعادة فاعلية الدول العربية لهذه العزيمة وهذه الإرادة السياسية. انت طول الوقت فاقد الإرادة السياسية للدول العربية في التمسك بقضاياهم، ويمكن مؤخرا دخلت دويلة بلا تاريخ كطرف شريك لأطراف إقليمية تانية. بنتكلم على قطر، بتتكلم على نظام في قطر لا يدرك محددات الأمن القومي العربي
بيلعب لمصلحة أطراف ليها مطامع إمبراطورية في هذا الإقليم اللي هو الوطن العربي، بيلعب لمصلحة إيران، بيلعب لمصلحة تركيا. بتتكلم على نظام ما قدرش يستحمل ان السيد الامين العام للجامعه الدول العربيه حاول ان يوصم ويصف هذه هاتين الدولتين الصفات الحقيقيه لما يقومون به من جرم في الدول العربيه بصفه عامه. المبادره العربيه للسلام، لا، المبادره العربيه للسلام قائمه، دي فرصه تاريخيه. يعني القمه العربيه الـ30 بتمثل فرصة تاريخية انك تستعيد زمام المبادرة، لان في نفس الوقت اللي بتعقد فيه القمة الرؤية الغربية للمنطقة ما زالت قائمة زي ما هي. يعني الرؤية الغربية المطروحة في الدوريات اللي زي السياسة الدولية، في الفورن افيرز، في كافة الدوريات اللي بتتناول شأن العلاقات الدولية، بيتحدثوا عن ان الربيع العربي ما زال قائما، وبيدللوا ده بما يحدث في الجزائر من احداث. فانت بتتكلم على ناس لسه شايفه انه يمكن تغيير الامر على ارض الواقع، وده يتنافى مع الرؤيه العربيه اللي ابتدت تطرح ان حان الوقت ان احنا نستعين احنا المبادره وان احنا نحل مشاكلنا بنفسنا. لكن بشكل واقعي هل هناك ادوات يمكن من خلالها استعاده هذه المبادره؟ يعني حضرتك اشرت الى حجم التطورات الجاريه على مستوى هذا الصراع واللي تمت الإشارة إليه حتى بحسبان الصراع العربي الإسرائيلي هذه المرة. كل الورق تقريبا يتساقط إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمسك بكثير من مفاصل هذه القضية. لا، ما الولايات المتحدة الأمريكية في ظل نظام عالمي لا يمكنها أن هي تسير الأمر على هواها، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مش هتقدر تفرض أو تشرع قرارها على دول العالم. في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن لا يمكن أنك أنت هتجد شرعية أو موافقة على مخالفة قرارات صدرة في هذا الشأن. قرارات لكن هو مجلس الأمن. لكن هو تغيير على أرض الواقع بيطرأ بالفعل حتى وإن كان ذلك فيه عدوان على القرارات الدولية. أنت في النهاية لديك المنظمة الأم اللي أنت بترجع ليها التي تنظم العلاقات وتهدف إلى تحقيق السلام والأمن العالميين. دي المنظمة الأم، كل القرارات بتاعتها في صالح الشأن العربي، وكل الاتفاقيات السلام اللي بتتم وكل مباحثات السلام اللي بتتم برعاية المنظمة وبتواجد دائم ليها في كافة المباحثات اللي بتتم. هي الحكم وهي الفيصل. كل اللي الولايات المتحدة الأمريكية، كل اللي إدارة ترامب بتاخده من قرارات في شأن، سواء في شأن القدس سواء في شأن الجولان، هي قرارات أحادية الجانب لم تطرح للتفعيل في جانب الأمم المتحدة. والدول العربية هنا مطالبة بالتصعيد، انك انت تصعد في قلب الامم المتحدة، تصعد في قلب مجلس الامن، انك انت تبطل مثل هذه القرارات. وخلي بال حضرتك انت فيما يتعلق بالقدس وقرار ادارة ترامب في هذا الشأن، انت عملت صدمة للولايات المتحدة الامريكية في قلب الجمعية العامة للامم المتحدة برفض قرار الادارة الامريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وفي قلب مجلس الأمن كدت أن تأخذ نفس القرار بالأغلبية لولا الفيتو الأمريكي. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض على الشرعية الدولية، هي عارفة أن هي قرار أحادي الجانب لدعم الطرف المدلل اللي هو كل ما يحدث في المنطقة. لازم نبقى على وعي بده، كل ما يحدث في المنطقة هو لصالح هذه الدولة التي تخطط للسيطرة على هذه المنطقة، وكل ما يتم على أرض الواقع اللي حضرتك بتتكلم عليه يهدف إلى خدمة مصالحها وتحقيق أحلام هذا الكيان العنصري المتطرف المسمى إسرائيل. فأنت بتلجأ كعادة الدول العربية إلى كافة المحاولات والجهود السلمية أنك أنت تفضح هذه الممارسات. أنت بتشتغل في هذا الإطار، أنت بتقدم كل المبادرات، انت بتعيد التمسك وتوضح تمسكك بثوابتك في التوجه نحو السلام، لان هو ده فتح للممارسات العنصرية وفتح للممارسات احادية الجانب الداعمة والمناصرة من الطرف الامريكي. بشكل منصف وامين، يعني الاتحاد الاوروبي وقف الى جانب الدول العربية في قضية القدس في ازاء القرار الامريكي بشأن القدس. الاتحاد الاوروبي فيدريكا موجريني اعلنت ذلك، والامين العام للامم المتحدة حتى في القاهرة انطونيو جوتيريش تحدث بشأن الجولان. لكن
أمر ما على الأرض هل يمكن أن يتغير إزاء التضامن الأوروبي أو التضامن الغربي مع هذه القضية؟ ما أمر ما على الأرض حضرتك بتتحدث على تصعيد، أنك تذهب في اتجاه التصعيد، لأن أمر ما على الأرض يعني بيحمل معنى واحد في الكلام اللي حضرتك بتقوله، انك انت تتجه الى التصعيد، الى التصعيد العسكري مثلا، او الى مسألة محالة يعني مش هينفع. لا اعتقد ان في حد ممكن يطالب مش هينفع. انما تغيير الامر على الارض يتطلب ممارسة الضغوط من كافة الاطراف والقوى الدولية المناصرة للحق العربي العادل في السلام وفي الأراضي العربية وفقا للشرعية الدولية ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، أنك تستخدم كل الأدوات والجهود الدبلوماسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية علشان تتفهم أن هذه الإجراءات لن تحقق السلام المنشود في هذه المنطقة، ولن تحقق الاستقرار بما يعود على خطط الأمم المتحدة حتى للتنمية الشاملة 2050. فحتى الخطط الأممية للتنمية معرضة بشدة للتهديد في ظل هذه الألعاب التي بتتم في الإقليم لمصلحة الطرف الإسرائيلي. من نقطة فلسطين انت بتتنقل لنقطة الجولان شديدة الشبه بالقضية الفلسطينية. قرار احادي عبر تويتر، ترامب يتصور انه يدير العالم عبر تويتر ويصدر قرارات مصيرية تتعلق بمصير شعوب، تتعلق بمصير اوطان عبر تويتر. هو بيتصور ان هو من خلال هذا التويتر استطاع ان يقتطع القدس، ويستطيع ان يقتطع ايضا الجولان السورية من الاراضي العربية. دي اراضي عربية كل القرارات الأممية بتنصرك وبتنصفك، بتنصف الحق العربي فيها. إذن أنت مطالب بتفعيل أدوات الضغط، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت أن مش بس الأمم المتحدة، كافة القوى الدولية الفاعلة في مجلس الأمن، الصين، روسيا، مؤكد أن ليها مواقف داعمة للحق العربي، فرنسا ليها مواقف داعمة للحق العربي في هذا الشأن. فبالتالي انت تستطيع ان تمارس عبر هذه القوة بالاضافة الى المجموعة المؤيدة للمطالب العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث انك تفضح هذه الممارسات امام العالم اجمع، لان هو ده السبيل الوحيد لادوات الضغط. بالاضافة بقى الى انك انت تتمسك بهذه المطالب ولا تخضع للضغوطات التي بتمارس حاليا. حضرتك لما بتبص على الساحة في التوقيت الحالي، كان احد الاهداف الرئيسية في قبل هذه القمة ان الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحضر هذه القمة، عبر مؤامرة اخوانية واضحة تماما مكشوفة تعمدت، قامت على عنصر اساسي ان تصدر اساءات لكل من الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل تونس، بما يدفع كل من الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي انهم ما يروحوش القمة العربية، وبالتالي تفقد القمة العربية بريقها، ويتبقى الامر على الساحة لتميم بن حمد راعي نظام الحمدين في قطر، او وليد نظام الحمدين في قطر، ان هو يبقى متواجد على الساحة يقول اللي هو عايزه في قلب هذه القمة. طبعا بحجم المملكة العربية السعودية وبحجم الدولة المصرية، القيادتين قدروا يستوعبوا ويتفهموا هذا الامر، وكان تواجدهم بالإضافة إلى الكلمة الموجعة اللي قالها معالي الوزير أحمد أبو الغيط في هذا التوقيت، في توقيت القمة، كان كلام بيحط النقط على الحروف وبيوضح الدور القطري في التخديم على هذا المشروع الصهيوني الكبير تجاه هذا الإقليم، تجاه الوطن العربي، لأن هو مش بيخدم على المصالح الإمبراطورية لتركيا والإيران بس، لكن هو ممكن يكون بيخدم على ما هو أبعد، أنه ممكن يكون بيخدم على تحقيق مصالح الصهيونية العالمية في السيطرة على الأراضي العربية ومناصرة الحقوق غير المشروعة لإسرائيل وغير الشرعية لإسرائيل في الاستحواذ على المزيد من الأراضي العربية عبر قرارات أحادية الجانب من جانب هذه الإدارة الأمريكية. فلما نقول أن القمة بتخرج في النهاية بمجموعة من القرارات التي تدعم الحق العربي، التمسك بالمبادرة العربية كأساس للتفاوض حول عملية السلام، أو كأساس لانطلاق عملية السلام مرة أخرى، أن حل الدولتين هو الحل الأساسي الذي تتمسك به الدول العربية، أن كل القرارات الأممية بما فيها العودة لحدود 4 يونيو 67 هي الأساس الرئيسي لتحقيق السلام العادل والشامل، أنك أنت بتعلن موقف واضح من للدول العربية من قضية الإرهاب، وبتحمل الأطراف التي تحارب بالوكالة في هذه المنطقة سواء تركيا أو إيران أو قطر مسؤولياتها عن دعم وتوفير كل أنواع اللوجستيات وكل أنواع التمويل المالي وكل أنواع الرعاية المعنوية لأطراف
تحرص على زعزعة الأمن والاستقرار في كافة الدول العربية، أنت بتفضح هذه الممارسات وبتدعم الموقف المصري من هذه القضية قبل أن يتوجه السيد الرئيس بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أنت بتدي زخم لهذه الزيارة، لأن هذه الزيارة هامة جدا في توقيت حرج جدا. القمة العربية بما توصلت إليه وبالكلمات اللي اتقالت ليها، حتى بما فيها الانسحاب القطري، وهو انسحاب مخزي بيحمل في طياته مجموعة من الرسائل، أهمها أن النظام الحمدين الذي يمثله تميم مصر أن هو يكون بعيد تماما عن الالتزام بالحقوق المشروعة للشعوب العربية في التمتع بالسلم والأمن والاستقرار. وحقيقة يعني لا الحضور كان مفهوم ولا الانصراف المفاجئ أو التغيب المفاجئ كان مفهوم، لأنه ذات الموقف تقريبا حدث في قمة نواكشوط في 2016، حضر لبضع دقائق أمير قطر ثم غادر مباشرة، ولم يعلم أحد لماذا حضر أمير قطر ولماذا غادر أيضا في هذه الجزء. أستاذ أحمد، أنا فقط سأطرح على حضرتك قضية مكافحة الإرهاب باعتباره أيضا من بين الركائز التي تسير عليها السياسة الخارجية المصرية على مدى السنوات، حتى وإن لم يكن الصوت العالمي أو الأذان العالمية تستمع جيدا إلى هذا الصوت أصولا إلى ما بات يعد محورا أساسيا محاور الاهتمام العالمي. قضية مكافحة الإرهاب أتت على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية وكانت جزءا أساسيا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن حتمية إيجاد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما كذلك البعد الفكري. نتابع جانبا من كلمة الرئيس السيسي في هذا الإطار في القمة العربية بتونس، ثم نعود لاستكمال هذه. إننا اليوم أمام استحقاق آخر لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا بل والعالم كله، وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب وما يتأسس عليه من فكر متطرف يبيح قتل الأبرياء وينتهك كل التعاليم الدينية السمحة والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة. إن مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران. ولن تكون هذه المواجهة الضرورية ناجحة إلا إن شملت أيضا التحرك الحثيث لتجديد الخطاب الديني بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية لديننا الحنيف بعيدا عما يدعيه الجهلاء وبمنأى عن أي أفكار تخالف جوهره وتدعو إلى العنف أو الفرقة أو الطائفية باسم الدين وهو منها براء. هذا الجانب إذن من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب، هذا المضمار الذي تصر مصر دوما على ضرورة إيجاد مقاربة شاملة له، ليس فقط البعد الأمني والعسكري على أهميته، لكن الأمر لا يخلو كذلك من حتمية إيجاد مقاربة فكرية لهذه المعضلة الدولية وعلى رأسها بعض القضايا الفكرية كتجديد الخطاب الديني الذي كثيرا ما يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرحه في مختلف المحافل. أستاذ أحمد، في ذات الجزئية أيضا، هل يحمل العرب أجندة متساوية متكافئة لمكافحة الإرهاب على المستوى الفكري أو على المستوى الأمني والعسكري؟ خلينا بس عند النقطة الأول، لماذا حضر تميم؟ حضر تميم لأن هو كان يتصور أن الساحة ستكون خالية من تواجد أكبر زعيمين يمكن أن يكون فاعلين ومؤثرين. العاهل السعودي كان موجود في تونس قبل انعقاد القمة للقمة التونسية السعودية، لكن هي المسألة فقط كانت مرتبطة كذلك أعتقد بحضور الرئيس. كان متوقع أنه في ظل الإساءة التي وجهت إلى خادم الملك الحرمين الشريفين الملك سلمان وما صدر من إساءة لي من قبل أحد الجماعات التونسية الزيتونة، أنه ممكن يبادر بالانسحاب من أعمال القمة. هو كان متوقع ده، كان حاطط ده في حساباته. الخطة كانت محطوطة أن الإساءات تبقى عالية جدا لشخوص الزعيمين، وإساءات إلى مش الزعيمين بس، حتى للشعوب يعني ولمكانة الدولة، لمكانة الدولة ولمكانة إنجازات الشعوب في الدولتين، بحيث أنه يجبر الزعماء عن التخلي عن التواجد. ده فوت عليه الفرصة، تواجد الزعيمين والكلمات التي تم إلقائها، يعني كلمة العاهل السعودي، فكلمة الرئيس التونسي، ثم كلمة معالي الوزير أحمد أبو الغيط، كانوا كافين تماما أن هم يوصلوا رسائل واضحة حول الدور القطري اللي مرتبط بقى باللي حضرتك بتتكلم عليه بالإرهاب. قطر بتشتغل على للأسف دعم فكرة التطرف
بتشتغل على رعاية الإرهاب، بتشتغل على المحورين اللي هم مصر في القمة العربية الإسلامية في الرياض، وفي القمة العربية في الزهران اللي أطلقت فيها المبادرة العربية لمكافحة الإرهاب. مصر حطت الأجندة اللي بتضمن أنك أنت تشتغل من خلالها على كدول عربية وكدول إسلامية على تكثيف مصادر التمويل، على نشر فكرة التسامح، على حل القضايا ذات الشأن اللي يمكن ان هي تمثل مصادر لتجنيد مزيد من المتطرفين اللي ممكن في لحظة من اللحظات، لان مش كل متطرف ممكن يبقى ارهابي، انما في لحظة من اللحظات المتطرف بالفعل ممكن يكون ارهابي، فانت ازاي ما تخليش حد يبقى متطرف اصلا في التفكير. فالجهود دي كلها للأسف ان قطر بتدعمها، بتوفر الدعم اللوجستي، بتوفر الدعم المالي، بتوفر كل حاجة لهذه التنظيمات، وبالشراكة مع الطرفين التانيين ايران وتركيا. وده الكلام اللي كان موجع، انك انت قلت ان ايران بتبقى متواجدة عبر جيوب منتشرة في بعض الدول، سواء تحت مسميات مختلفة، ميليشيات بتشتغل في قلب الدول، عندك ميليشيا زي حزب الله، عندك ميليشيا زي الحوثي، بتعبث بأمن قومي لدول عربية بما يهدد مصالح الشعوب الوطنية ويهدد مصالح الدولة الوطنية في البقاع دي. أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن فهم أن دولة واحدة يمكن أن تكون جامعة لمشروعين يبدوان على أنهما على قدر من التنافس؟ المشروع الإيراني في سوريا يختلف تماما عن المشروع التركي في سوريا، المشروع الإيراني في العراق يختلف تماما عن المشروع التركي، هناك نمط التدخل في مناطق عدة حول العالم يختلف تماما بحكم الأطماع، سواء كانت اقتصادية أو رغبة في تحقيق مكاسب جيوسياسية. كيف يمكن لدولة واحدة قطر وهي متهمة دوما بأنها وثيقة الصلة بين الطرفين وتحمل لواء المشروعية، وهي كيف يمكن لدولة أن تجمع الطرف الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، يعني على أرض قطر؟ قطر محمية بثلاث أنظمة على الأرض الواقع، على أرض الواقع قطر محمية بالتواجد القاعدة الأمريكية في العديد، قطر محمية بتواجد الحرس الثوري الإيراني في قلب قطر، قطر محمية بقوات تركية تواجدت بالفعل على الأرض القطرية. المتلازمة دي متلازمة فعلا شائكة وغريبة، ولكن المصالح تتلاقى، المصالح تتلاقى عبر المقاطعة العربية أفرزت أن قطر كادت أن تدخل في مرحلة عزلة حقيقية اقتصادية، فالمنفذ الوحيد ليها، الدعم الوحيد، الدولتين اللي تلقفوها ان هم يدعموها كانت ايران وكانت تركيا، هم اللي ارسلوا بالفعل مساعدات سريعة الى الداخل القطري عشان يلحقوا هذا النظام من السقوط اقتصاديا، اقتصاديا ومجتمعيا، لان المجتمع ابتدى يعاني اقتصاديا بالفعل، وكثير من المقيمين في الدولة القطرية تحدثوا كثيرا عن المعاناة في الحصول على منتجات اقتصادية، تحدثوا في المعاناة عن الحصول، يعني هي بعض المنابر الإعلامية القطرية كانت تتحدث عن أن المقاطعة العربية هي التي أفضت إلى هذا التحالف، لم نكن مدفوعين لهذا التحالف، لكن يعني أنتم اللي اضطرتون. لا مش ما هو تساقل مع الجزئية اللي حضرتك أشرت إليها، فكرة أن إيران تلقفتها من القصة. القصة مش كده، القصة هي التنسيق والتربيط قائم على طول الخط، لان هو ده مشروع متكامل قائم على الدول الثلاثة دول. الدول الثلاثة دول هما دول أطراف في معادلة التغلغل في قلب الدولة الوطنية العربية بمشروعات مختلفة. أنت بيهمك من يضمر الشر لهذا الوطن يستخدم هذه الأدوات الثلاثة لمحاولة تفكيك الدولة الوطنية العربية، كله على حسب مدخله وكل على حسب المناطق التي يستطيع ان ينفذ اليها، الجيوب اللي بيعرف يوصل لها. استاذ احمد معلش، يعني هو بمنطق ليس منطقا حالما ولا رومانسيا، لكن بنظره مخلصه، يعني ما الذي جنته قطر من هذا؟ يعني ما الذي استفادت به قطر عندما تكون في هذا الواقع الذي تعتريه درجه كبيره من العزله؟ ما الذي تجنيه قطر عندما يكون اميرها عاجزا عن ان يلقي كلمه واحده في قمه عربيه يحضرها كل الزعماء العرب من المحيط الى الخليج؟ ما الذي تجنيه قطر من مغانم اقتصاديه وثروات هائله تتمتع بها لكنها في النهايه مسخره لاغراض اخرى؟ انا افهم ان دوله قد تناكف في مشروع، قد تستعدل بعض لمحاوله كسب ود اخرين، لكن ان يكون دوله هذا منهاجها والاتهامات تقدم لها وتساق لها من كل حدب وصوب، هذه مسألة أيضا قد لا تبدو مفهومة. لا، ما عشان حضرتك تفهم ده، عشان نفهم ده احنا محتاجين نفهم كيف تحول النظام القطري للابتعاد عن المصلحة القومية العربية والأهداف القومية العربية والأمن القومي العربي علشان يحقق أهداف ومصالح الشيطان الأعظم اللي كان استخدم النظام القطري واستخدم الدولة القطرية واستخدم الطفرة الاقتصادية اللي كانت ابتدت تحصل في قطر لتحقيق مصالحه هو ولتحقيق أهدافه هو،
ولدعم هذا النظام وتحقيق أمنه علشان يستتب ليه الحكم. وكل المكاسب الاقتصادية اللي ابتدت تطلع هي في شراكة بين قطر وبين الشريك الآخر. والقصة بقى تحالف بالفعل لتحقيق هذه الأهداف من البداية، من ساعة والد تميم ما تولى الحكم. من ساعة والد تميم ما تولى الحكم كان في نوع من أنواع التخطيط المبكر للاتجاه الذي ستسير عليه قطر، وتم التخطيط للأدوات الإعلامية والأزرع الإعلامية اللي سيتم العمل من خلالها. وفي هذا الإطار تم إنشاء قناة الجزيرة، واللي قدرت بسهولة جدا إن هي تدخل إلى الوعي الجمعي العربي، مش الوعي الجمعي المصري بس، الوعي الجمعي العربي بصفة عامة. إنها قناة كانت بتتبنى في الأول، صارت على نهج البي بي سي، وكانت وهي كانت بالفعل مقر للبي بي سي في قطر، وبعدين تحولت مرة واحدة إلى قناة الجزيرة. على المستوى الاقتصادي بقى في ارتباط مباشر بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية الكبرى. على المستوى التعليم، الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أكبر المعاهد وأكبر الجامعات الأمريكية عشان يبقى ليها فروع. فابتدى قطر يعلو مركزها، يعني قطر استفادت ان ابتدى مركزها يعلو كدولة، كتصنيف دولة. تصنيف دولة عندها معدل رفاهية عالي، عندها معدل مستوى نمو اقتصادي عالي، عندها مستوى تعليمي بتصنف، طبعا هو مش تعليم قطري، هو تعليم امريكي متواجد على الارض القطرية بالاموال القطرية، بيصنف ان هو تعليم عالي. فكل ده ميزات هي قدرت تتمتع بها عبر هذه الشراكة على مدار هذه السنين. كل ما كانت بتنغمس في هذا المشروع، كل ما كانت بتبتعد بالتدريج عن تحقيق الأهداف العربية، لغاية ما حصل الانفصال الكبير في ده، وابتدت تتضح الأهداف القطرية بصورة واضحة تجاه هذه المنطقة بدءا من العام 2011. بدءا من العام 2011 اتضح تماما الدور القطري في المخطط الذي يستهدف هذه المنطقة، في المخطط اللي ابتدى بتونس وانتقالا منه إلى الدولة المصرية، فليبيا، فسوريا، فاليمن. وكان الغريب جدا انك بتشوف هذه الأطراف وهي بتشتغل مع بعض، قطر بتشتغل، الجزيرة بتشتغل، تركيا بتدعم، إيران بتتحرك، قطر بتدعم التوجه الإيراني ضد المصالح العربية تماما. وكان السؤال دائما أبدا يثار، طب إزاي ده بيحصل؟ لأن هذه الأطراف تحارب بالوكالة لتحقيق مصالح مخطط أبعد موكل إليها أن هي تنفذه في هذا الإقليم لتحقيق الضعف وتحقيق الوهن لهذا الإقليم، علشان ما يقدرش يقوم، علشان يقدر ينسى أهدافه. يعني اللي احنا لازم نفهمه ان اللي احنا عملناه في 30 يونيو لو ما كانش حصل، الوضع العربي بالكامل كان هيبقى صورته مختلفة النهاردة تماما. 30 يونيو غيرت كتير جدا في المعادلة اللي حصلت، مكنت الدولة المصرية تاني ان هي ترجع تقف على رجليها، خلت الدولة المصرية تتمسك بالثوابت اللي احنا بنتكلم عليها في سياستها الخارجية، اللي اهمها الحفاظ على الدولة الوطنية العربية، الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية العربية، الحفاظ على الجيوش الوطنية العربية، حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها. القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والأهم بالنسبة للمنطقة العربية، فتح الممارسات الإرهابية وفتح الدول التي تدعم الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، وتوفر له اللوجستيات، وتوفر له الدعم المالي والتمويل والدعم الإعلامي حتى، ودعم المواقع التواصل الاجتماعي ودعم المواقع الإلكترونية. كل دي حاجات ابتدت تنغمس فيها قطر بالتدريج. قطر دخلت في قلب الإعلام الدولي كمان. يعني انت النهاردة بتتكلم على حصة كبيرة جدا من جورنال زي الجارديان، قطر مستحوذة عليه. بتتكلم على شركات علاقات عامة قطر عبر علاقاتها بشركات العلاقات العامة قدرت تنفذ إلى مواقع. حضرتك كنت بتتكلم على السي ان ان، وبتتكلم على ناس في السي ان ان متهمين بالعلاقة في قطر، وتبتدي تحط علامات استفهام. طب هي أمريكا بتفضحهم؟ طب بتفضحهم ليه؟ طب ليه التوقيت ده اللي امريكا بتتكلم فيه على تعاون بين محللين بيطلعوا على السي ان ان وبين النظام القطري؟ اسئله غريبه جدا. وتلاقي الاتهام سي ان ان قد يبدو مفهوم من منطلق الخصومه الحاصله بين الاداره الامريكيه وبين سي ان ان، يعني هي ليست من الشاشات المفضله للرئيس الامريكي. الاتهام برضو يعني. الاتهام هنا ان يطلع الاتهام ان قطر دوله راعيه للارهاب. طب اذا كنت انت مدرك ان قطر دوله راعيه للارهاب، لماذا لا يتم التعامل
بجدية وحسم مع المطالب العربية اللي واضحة تماما، سواء اللي وردت في خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء اللي وردت في خطاب الملك سلمان، سواء اللي وردت في كلمة معالي الوزير أحمد أبو الغيط، سواء اللي وردت في البيان الختامي للقمة العربية اللي حددت بالدقة الشديدة أنه حان الوقت لتفعيل مبادرات حقيقية على الأرض كي تتمكن الشعوب العربية وشعوب العالم أن تواجه هذه الظاهرة اللي باتت تهدد الدولة الوطنية، وتهدد الدولة الوطنية عبر هذه الدول التي تحارب بالوكالة مخططات تستهدف الدولة الوطنية العربية بالفعل بكل المعطيات. أستاذ أحمد الحاج تستعرضها في يعني موضوع مكافحة الإرهاب، كل الدول تقريبا إذا حاولت استطلاع رأيها أو دعيتها لحلقة خطابية ستجدها بتتحدث بقدر من الحدة والحتمية عن مواجهة الإرهاب، حتى لو كانت إسرائيل هي الدولة المدعوة لذلك ستتحدث عن ضرورة مواجهة الإرهاب ومواجهة خطره وما إلى ذلك. هل يمتلك العرب رؤية شاملة، رؤية فيها قدر من التقارب لمسألة الصيغة الموحدة لمكافحة الإرهاب، سواء كان عبر المقاربة الفكرية أو المقاربة الأمنية؟ المبادرة، مبادرة قمة الزهران حطت هذا الإطار، وهو كان قائم على المبادرة المصرية اللي انطلقت من قمة الرياض، القمة العربية الإسلامية في الرياض، وهي مبادرة شاملة ومتكاملة وتحمل الرؤية المصرية الثابتة الاستراتيجية تجاه التعامل مع ظاهرة الإرهاب وتجاه تتحدث عن القمة العربية الأمريكية الإسلامية في الرياض. بالضبط بالضبط، ودي اللي حطت الأساس الاستراتيجية المصرية اللي حتى اعتمدت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كوثيقة رئيسية في قلب الأمم المتحدة، انك انت بتقول ان هذه هي الادوات الرسمية التي ينبغي علينا ان نتعامل معها. لازم نعرف الارهاب، لازم نعرف التنظيمات الارهابية، لازم نعرف مين هو الارهابي، مين هو المتطرف، ازاي نتعامل معاه، ازاي نجفف مصادر التجنيد، ازاي نجفف مصادر التمويل، ازاي نوقف البرامج اللي بيتم بثها من اجل تجنيد مزيد من فكل دي ادوات انت بتشتغل عليها، وفي النهاية ازاي نتعامل معاه على ارض الواقع لو هو ظاهرة موجودة، ازاي نتعامل معاه، وازاي نقدر نصنف، وازاي اما تبقى بتعامل مع ارهابيين حقيقيين ما تطلع لك شو مواقع الكترونيه وتطلع لك قنوات وتطلع لك يعني قنوات يعني معاديه للوطن تتكلم معاك تقول لك المعارضه المعتدله او انك انت بتتعامل لا. هنا بقى لازم التفرقه، ولازم دول العالم تبتدي تتفاهم ده، لازم الضغط زي ما بقول ان احنا نضغط، لو ده وثيقه رسميه في الامم المتحده يبقى لازم الدول العربيه تضغط مع باقي الدول المحبه للسلام في العالم من اجل ان تتحرك دول العالم جميعا مش بس الدول العربيه نحو اقرار تعريف من هو الارهابي، من هي الدول الرعايه للارهاب، ما هو الارهاب اصلا، لان هناك معضله قانونيه بحسب القانون الدولي عن ان المجتمع الدولي حتى هذه اللحظه لم يصل الى تعريف منضبط لمصطلح الارهاب اصلا. عشان تعرف تصنفه وتعرف تتعامل معاه، ما يبقاش انت بتتعامل مع تنظيم ثبت انه التنظيم الام الراعي للارهاب على مستوى العالم وكلنا ندرك ذلك، وتبص تلاقي هذا التنظيم يحظى برعايه رسميه في قلب الولايات المتحده الامريكيه ويذهب اعضاء منه الى لقاء الكونجرس ومتضامنين معاه وبرعايه تركيه وبرعايه قطريه وباموال تركيه واموال قطريه يذهبون الى قلب الكونجرس لكي يستعدوا اعداء من قلب الكونجرس على الدوله المصريه قبل زياره هامه للسيد الرئيس. اذا انت تتحدث عن انفصام كامل في التعامل مع هذه الظاهره، عدم القدره على تحديد وتصنيف هذه التنظيمات رغم أن الأمور واضحة وبينة، وده بيتطلب الحقيقة مجموعة من الجهود، جهود في فتح ممارسات هذه التنظيمات أكتر، أنك أنت تتمسك بأنك أنت تشرك دول العالم في وضع تعريف دقيق للإرهاب، للتنظيم الإرهابي، للفاعل الإرهابي، للدول الراعية، للدول التي في تدعم. في كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الأمريكية الإسلامية بالرياض أشار، وكان من بعدها حتى القطيعة مع قطر بالدول العربية مجتمع، عندما قال أن الإرهابي ليس فقط هو الذي يحمل السلاح وإنما الذي يوفر الدعم المالي ويوفر الملاذات ويقوم بالعلاج ويوفر المنابر الإعلامية، وكانت المسألة مرتبطة بالصيغة الأشمل لمن هو الإرهابي. بالضبط يا فندم، بالضبط. أنا اتساقل مع هذه الجزئية، الرئيس السيسي في معرض الكلمة أشار إلى بحكم الأزمات التي تعانيها المنطقة العربية ويعانيها الإقليم، أشار إلى حتمية إيجاد ضرورة وآلية لوقف نزيف وإراقة الدم العربي. نتابع هذا الجانب من كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية في دورتها العادية 30 في تونس، ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا يزال الدم العربي يراق في عدد من الأوطان العربية بعيد عربية حينا وعلى يد إرهابيين أجانب وميليشيات عميلة لقوى إقليمية
تسعى للتدخل في الشؤون العربية لإعلاء مصالحها أحيانا أخرى. ألم يأن الأوان لوقف هذا النزيف المستمر للدم العربي؟ ألم يحن الوقت لتسوية عربية لتلك الأزمات تحقن الدماء وتحفظ دولنا وتوقف الإهدار المستمر لمقدرات شعوبنا وثرواتها؟ الرئيس السيسي إذن يسلط الضوء حول الأزمات المرتبطة بالمنطقة العربية وأزمة النزيف الدم العربي. الرئيس السيسي يقول ألم يأن الأوان لإيجاد تسوية لهذه القضايا، ويلقي باللائمة في الجانب الأول من هذه الكلمة الذي تابعناها عن بعض القوى الإقليمية التي تقدم دعما لبعض الميليشيات والفصائل التي تمارس قتلا بحق أبناء الشعوب العربية. ويتحدث الرئيس السيسي كذلك عن الدعم الذي يوجه من قبل بعض المقاتلين، سواء كانوا مقاتلين إقليميين أو مقاتلين أجانب بحسب التعبير الذي استعمله الرئيس السيسي. والمقاتلين الأجانب هذا هو التعبير الذي استعمله الرئيس السيسي حتى في منتدى ميونخ للأمن عندما كان يوجه حديثه إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رئيس الاتحاد الأوروبي في هذه الدورة العادية أيضا للاتحاد الأوروبي، وقال أن هناك حتى بعض المقاتلين الأجانب وأشار إلى القادة الأوروبيين الذين كانوا مجتمعين. أستاذ أحمد، مسألة الميليشيات التي تقاتل والمقاتلين الأجانب الذين وفدوا وطرح السؤال حول ألم يأن الأوان لإيجاد تسوية لهذه القضايا، هل العرب وحدهم هم الذين يملكون تسويات لهذه القضايا، ولا هناك فاعلين إقليميين بعضهم أصلا متهم بأنه يؤجج هذه الصراعات، هم الذين يدعون لموائد النقاش في أزمات عربية مختلفة؟ أولا، هو حمل توجيه الحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل توجيه الاتهام المباشر للفواعل الإقليميين أو الفاعلين الإقليميين الرئيسيين اللي بيحركوا هذه الصراعات ويزكوها ويشعلوا نارها في المنطقة العربية والوطن العربي. بالتحديد هم الأطراف اللي احنا بنتحدث عليهم منذ بداية الحوار، بنتحدث عن تركيا، إيران، قطر، إسرائيل. انت بتتحدث عن هذه الأطراف التي لها مصلحة مباشرة في استمرار هذه الدول واستمرار النزيف العربي، لأن هو ده بيمثل أولا إهدار في مقدرات الأمن وقدرة على تحقيق الأمن القومي للدولة. كل ما بتفقد الدولة قدرتها على تحقيق الأمن القومي، كل ما الدولة دي ما بتقدرش تحقق الدرجات الاستقرار الكافي انك انت تعمل نوع من انواع التنمية في هذه الدولة، وبالتالي هذه الدولة بتبقى معرضة للانهيار والفشل. فانت هنا بتوصل الرسالة مباشرة ان هذه الاطراف تعوق الوصول الى هذه الدرجة العالية من التنمية والاستقرار اللي وصلوا المواطن العربي في النهاية للتمتع بأمنه القومي وان هو يحقق درجات الرفاهية التي يصبو اليها. لما بتتكلم على الميليشيات الأجنبية وبتتكلم على الإرهابيين الأجانب وبتتكلم على التواجد في الدول الوطنية العربية، القرار بإيدينا ولا بإيدين أطراف تانية؟ إذا توحدت الدول العربية وتوافقت وكانت لديها الإرادة السياسية على حل مشكلتها، أتصور أن هي ستستطيع كثيرا الحد من محاولات أطراف كثيرة أن تكون لها أدوار فاعلة في داخل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات بعينها، سواء في سوريا، سواء في ليبيا، سواء في اليمن. بتسلط الضوء على دور تركيا وإيران مثلا في تأجيج بعض الصراعات في هذه المنطقة، بينما مسار حل الأزمة في سوريا أصلا طرفين أساسيين من بين الأطراف المدعوة إما لجنيف أو لمسار أستانا أو لسوتشي حتى الوثيقة الدستورية، تركيا وإيران حاضرتان بشكل مستمر ودائم. وهنا ينبغي أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه الوضع السوري، تجاه الوضع الليبي. أنت تتحدث عن إرادة سياسية عربية موحدة تتوافق على الحقوق المشروعة للشعب السوري في ضمان وحدة تكامل أراضيه، وحدة دولته الوطنية وعدم تعرضها للتهديد بالفشل، وحدة مؤسساته وضمان بقائها واستمرارها، وحدة جيشه الوطني وعدم المساس به، أن تظل الجمهورية العربية السورية قائمة و يعني معروفة بحدودها القائمة دون اقتطاع أي جزء منها بما فيها الجولان. والأمر ينطبق على ليبيا، الأمر ينطبق على اليمن. إذا توافقت الدول العربية على هذه القواعد الرئيسية في التعامل مع هذه الملفات بغض النظر عن النظام السياسي الذي سيحكم، لأن الفيصل في هذه الوصول إلى النظام السياسي الذي سيحكم هو إرادة الشعب، إرادة الناخبين، إرادة المواطن الذي استمر في هذه الدولة حتى هذه اللحظة في أي دولة من الدول، سواء في سوريا، سواء في ليبيا، سواء في اليمن، هو المواطن الذي له الحق في اختيار نظامه السياسي اللي يحكمه.
بغض النظر عن ده انت الدول العربيه مطالبه بصراحه. الكلام الكلام اللي حضرتك تتحدث عنه كلام يبدو منطقي ووجيه للغايه، لكن على ارض الواقع هل له اي صدى؟ يعني سوريا هل فيها المواطن السوري الذي سينتخب؟ وهل هناك امل اصلا أنت الحفاظ على وحده الاراضي السوريه وفيها شرق الفرات والشمال والغرب والوسط؟ بتتحدث عن اطراف لها مصالح في التواجد دائما ابدا في المناطق اللي فيها اشتباك واشكاليات كبيره، سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في اليمن، وهي دول متشاركة دايما. هتشوفهم، هتشوف تركيا، هتشوف إيران، هتشوف تركيا، هتشوف قطر، هتشوف تركيا، هتشوف إسرائيل، هتشوف إسرائيل، هتشوف إيران. الدول دي شريك دايما في الصراعات في قلب الدول الوطنية العربية اللي بتشهد هدر في الضحايا من المواطنين العرب. لما بتتكلم على ده انت بتتكلم على استراتيجية عربية حان الوقت انك انت تنفذها على أرض الواقع. كل تأخير في تحقيق التكامل الرؤية العربية هيمثل فرصة كبيرة لهذه الدول أن يستمر تدخلها، وبالتالي إهدار لحقوق المواطن العربي في التمتع بمشروعية وجوده على هذه الأرض. إنما المواطن نفسه هو اللي يملك بعد كده، المواطن اللي موجود هو اللي يملك تقرير مصيره. ما أقدرش أقول المواطن اللي موجود ده هو هيعرف يختار يمين وشمال، إنما هو المواطن الموجود ده هو المواطن الموجود ده اللي إحنا شايفين. المسألة أيضا مرتبطة بالظروف الطبيعية لوجود الدولة، يعني ما هو لما تستعيد الدولة. لا، أنا بكلم صحيح. حضرتك عندما تستعيد الدولة. لا، أنت في حالة لا دولة في صحيح. هذه الدول صحيح. أنت إحنا اللي إحنا بنقوله ده بنطالب بيه علشان تستطيع هذه لا. الدول أن تحافظ على بقائها، على أن لا تصل إلى دول فاشلة يتم تحقيق المخطط. نعم. ان يقتطع هذا الجزء من سوريا لمصلحه تركيا، ان يقتطع هذا الجزء من سوريا لمصلحه ايران، ان يقتطع هذا الجزء من سوريا ويسيطر عليه نفوذ من حزب الله، ان تقتطع اسرائيل او ان تعلن سيطره اسرائيل على الجولان وفقا لقرار امريكي. لا، ده مش مصير دوله وطنيه عربيه. الإرادة السياسية العربية في هذه اللحظة هي المطلوبة. القرار التكاملي العربي وفقا لمشروعية الرؤية هو المطلوب في هذه المرحلة، دونه احنا بنخسر كتير الحقيقة. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد ناجي قبحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. سنعود بعد فاصل قصير لبدء نقاش جديد نسلط فيه الضوء على نتائج الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا. من جديد أهلا بحضراتكم. كما تحدثنا في بدء هذه الحلقة، فإن الجزء الثاني والرئيسي من نقاش هذه الحلقة سيكون حول قراءة في نتائج الانتخابات البلدية التي عرفتها تركيا. الانتخابات التي كان يعول عليها كثيرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقول في أحد المؤتمرات الانتخابية بأن المسألة باتت تشكل حياة أو موت. خسارة اسطنبول ليست خسارة أي بلدية، حتى وإن كان التحالف الحاكم في تركيا أنجز على مستوى بعض البلديات التي تصنف ببلديات صغيرة، لكن حجم الاهتمام الذي كانت تحظى به بلدية اسطنبول بالنسبة للعدالة والتنمية وبالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان أن يطرح رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان بن علي يلدرم لي الترشح على مقعد هذه البلدية كان فيه قدر من الدلالات لا تخطئه عين. عندما تخسر مقعد اسطنبول كما يقولون الظفر باسطنبول يعد فوزا بتركيا بأكملها. المسألة بحاجة بالفعل العدالة والتنمية لإعادة النظر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سيعيد النظر في كل ما يجري في علاقة العدالة والتنمية ببعض البلديات. العدالة والتنمية خسر اسطنبول، خسر أنقرة، خسر أنطاليا، خسر إزمير، خسر بلديات وازنة ووازنة للغاية في تركيا، حتى وإن كان استطاع أن ينجز في بعض التفاصيل والبلديات الصغرى داخل هذه البلدية، لكن مقعد عمدة هذه البلدية خسره العدالة والتنمية. الأمر يشكل نقطة مفصلية ربما تكون في تاريخ العدالة والتنمية وعلاقتها بالحكم في تركيا. الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية ضيفا معنا في الاستوديو، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك استاذ أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور أيمن. بشكل متجرد ومنصف ومحايد، ما هي الرسائل التي تقرأ في نتائج الانتخابات البلدية في تركيا؟ أول شيء الاتجاه التصاعدي اللي شهده أردوغان منذ ظهوره على الساحة السياسية، هذا الأمر توقف تماما وبات المؤشر يعني إلى العكس، إلى النزول وليس إلى الصعود. منذ 1994 عندما كان أردوغان عمدة في اسطنبول بدأ يعني المؤشر يصعد. 2002 أصبح رئيسا للوزراء،
في 2018 غير النظام السياسي وأصبح رئيسا للجمهورية، حصل على الأغلبية في الانتخابات السابقة أو كلها، ربما في السنوات ما قبل 2016 كان يحصل عليها بنسب يعني أعلى. في 2018 في شكوك كثيرة جدا أنه فاز في هذه الانتخابات بتزوير، وأن أكثر من مليون صوت أضيف للحزب الحاكم في هذه الانتخابات، لكن مرت. لكن جاءت هذه الانتخابات، انتخابات المحلية، لتظهر القوة الحقيقية الآن لأردوغان في الشارع. أنا في اعتقادي هذه الانتخابات لم تكن استفتاء على برنامج ولا استفتاء على توجه، لكنها استفتاء على أداء الرئيس التركي، لأن توجه تركيا الأردوغانية في الفترة الماضية أنا في اعتقادي كان لديها كثير من المشاكل، سواء فيما يتعلق بالداخل، سواء فيما يتعلق بالإقليم، سواء فيما يتعلق على الساحة الدولية. مثلا على مستوى الداخل، كل التصنيفات صنفت تركيا في آخر ربعين في 2018 بأنه ما فيش نمو خالص، توقف النمو الاقتصادي التركي، كان بالسالب في آخر ربعين. وطبقا للتصنيفات الدولية، لما يكون في اقتصاد ما حققش أي نمو في ربعين متتاليين، ده معناها أن الاقتصاد يدخل مرحلة الجمود ومرحلة يعني عدم تحقيق فرص، هروب للاستثمارات القادمة من الخارج. وشهدت تركيا في 2018 بالمناسبة خسارة أو عد عكسي في الاستثمارات المباشرة، نعم، بنسبة سالب 73%، ده رقم غير مسبوق. الثقة في الاقتصاد التركي تراجعت بشكل يعني لم تشهد تركيا ربما في آخر 25 سنة. التضخم 25%. يومين بنتابع كل النشرات الدولية بتقول إن الليرة التركية بتخسر، نعم، أمام العملات الدولية. لكن أنا في تصوري أكثر شيء، المواطن التركي بات لا يثق في كلام أردوغان. أردوغان خلال العشرين سنة اللي فاتت، حتى توضع الأمور أيضا في نصابها، في علاقة المواطن التركي الناخب الذي ذهب للتصويت، والانتخابات شهدت معدلات إقبال أيضا طيبة جاوزت 82% تقريبا في متوسط الإقبال هناك. المواطن يذهب على أساس أيديولوجي، وإذا كانت على أسس أيديولوجية، فما الذي حول الأمور بهذا الشكل القاسي والعنيف في علاقة العدالة والتنمية أو في علاقة الإسلام السياسي في تركيا مع الناخب التركي؟ ولا المسألة مرتبطة بالمستوى الاقتصادي، وحضرتك أشرت إلى معدلات اقتصادية مروعة يحياها الاقتصاد التركي على مدى السنوات الخمس الأخيرة؟ ولا المسألة مرتبطة بعلاقة تركيا بالخارج وبالإقليم، والرجل الذي قدم نفسه باعتباره سيقدم صفر مشكلات، باتت أبواب المشكلات تقريبا لا تغلق من كل حدب وصاب؟ الرابط في كل اللي حضرتك قلته ده استاذ أحمد فكرة المصداقية. عندما أردوغان يقدم أيديولوجية، يقدم برنامج ديني، يقدم برنامج أنه هيعمل خلافة إسلامية، عندما يقدم برنامج سياسي، إلى أي مدى هو صادق في هذا؟ أنا في اعتقادي الناخب في أي دولة في العالم يهم قضية المصداقية بشكل كبير جدا. يعني مثلا أردوغان دائما يقدم نفسه بأنه هو نصير الإسلام، وهو نصير القضية الفلسطينية، وهو الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، وأنه هو العدو الأول لإسرائيل في المنطقة. هل هذا حقيقي؟ أنا في اعتقادي هذه الخطاب الشعبوي العاطفي اللي بيدغدغ المشاعر انطلع على الشعب التركي الفترة الماضية، لكن في الفترة الأخيرة بدأ هذا ينكشف. يعني مثلا لما وكالة زي وكالة رويترز وعندها خدمة البث المباشر للسفن اللي بتحمل بترول، تقول ان كل البترول الداعشي اللي كان في سوريا والعراق نقلته سفن تركية الى ميناء أشدود في اسرائيل، وفي نفس الوقت طول النهار الرئيس الاسرائيلي الرئيس التركي بيتكلم عن عدائه لاسرائيل، هنا المصداقية تضيع. لما الشعب التركي يكتشف ان في اتفاق اسمه اتفاق الشبح ما بين أردوغان وبين دولة إسرائيل، تقوم بمقتضى تركيا بتقديم كل المعلومات الاستخباراتية عن المنطقة العربية لإسرائيل، هذه صدمة للمواطن التركي. طب هو بصراحة دكتور أيمن، يعنى المواطن التركي بكل هذه التعقيدات بعلاقة أردوغان بإسرائيل بأن يقدم نفسه واجهة للعالم الإسلامي، بينما هو في حقيقة الأمر يقيم قدرا من التحالفات مع كيانات شيطانية لا تريد خيرا بهذه الأمة؟ ولا المواطن التركي ما يهم السواد الأعظم من الناخبين في أغلب دول العالم قضية العيش اليومي والحياة الاقتصادية؟ بالتأكيد الجانب الاقتصادي مهم، لكن فكرة المصداقية مهمة، نعم، جدا. عندما يكون هذا الناخب مثلا صوت لأردوغان خلال 20 سنة اللي فاتوا والحزبه وفي الانتخابات المحلية وفي البرلمانية وفي تعديل الدستور وفي الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك اكتشف ان هذا الشخص يجذب عليه في قضية مهمة. انا في اعتقادي قضية زي قضية فلسطين هي تتلامس مع المواطن بمقدار تلامسه مع القضايا الاقتصادية زي الاكل واكل العيش والوظائف وما الى ذلك. عندما يفقد
يعني أردوغان هذا المصداقية في هذا الأمر عندما يكتشف المواطن التركي أن ده مرتبط أيضا بأن أردوغان بيتدخل في السياسة الاقتصادية أو السياسة النقدية أو تحديد سعر الفايدة في البنك المركزي؟ كل هذا بيضعف الحالة الكاريزمية التي حاول أردوغان يخلقها لنفسه ولحزبه لدى المواطن التركي. تغيرت الصورة النمطية والذهنية عن أردوغان عند المواطن عند الناخب، تغيرت تمام. الأمر الآخر ده ارتبط بمشاكل أيضا مع مكونات في الداخل التركي. يعني مثلا لما يتحالف أردوغان مع الحزب القومي التركي، الحزب القومي كل سياساته ضد الأكراد. تركيا فيها 20 مليون كردي، إذا أنت 20 مليون كردي أنت بتعاديهم بشكل أو بآخر. الأمر الآخر أن أي حد بيناصر قضية يعني كردية تتعلق بالثقافة أو بالهوية أو باللغة التركية أو ما إلى ذلك، لا يتهم أردوغان مثلا بأنه منافس في السياسة، بيتهم أنه خاين. هذا الخطاب الحاد والعنيف أوغد أيضا يعني لدى الأكراد الأتراك رد فعل أنا في اعتقادي كان واضح في الانتخابات المحلية. كان يصر كثيرا على أنه لا مشكلة مع الكرد، وأنه أتى ببن علي يلدرم أصلا من بين ظهرانيهم، وأن المشكلة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وأن هذه قضية وطنية يفترض أن الأتراك بمختلف توجهاتهم يؤيدونه فيها. أنا سأتوقف مع حضرتك عند هذه الجزئية أيضا لأنها تمس جانب قد يبدو أيديولوجي حتى لدى الناخب التركي، لنتعرف ما إذا كان وأصلا مهتم بهذه الجزئية، وإلا المسألة لم تكن مؤسسة على هذه الأسس. لكننا سنتحول إلى فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال هذا النقاش مع دكتور أيمن سلمى. نجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفنا الدكتور أيمن سمير في الاستوديو، على أن ينضم إلينا أيضا في هذه اللحظات السيد ترجوت أوغلو الكاتب الصحفي التركي عبر الهاتف. سيد أوغلو أهلا وسهلا بحضرتك. كنت أسأل دكتور أيمن سمير ضيفي في الاستوديو قبل دقائق من الآن عما إذا كان التصويت الذي جرى في الانتخابات البلدية مؤسس على أسس أيديولوجية، وبالتالي هناك إعادة للنظر في الأيديولوجية المقدمة من قبل العدالة والتنمية، ولا المسألة كانت مرتبطة بنظرة براغماتية مباشرة لمستوى التراجع الاقتصادي والتراجع المعيشي الذي تحياه تركيا منذ سنوات؟ أستاذ أوغلو؟ نعم أسمع. تسمعني نعم. الآن؟ أهلا بكم حضرتك. نعم أنا سمعتم. نعم أنا استمعت إلى السؤال أم أنك بحاجة إلى أن أطرحه إليك من جديد؟ تمام أستاذ أوغلو، أنا سأعود لطرح السؤال على حضرتك مجددا، أتمنى أن يكون الصوت قد وصل إليك بشكل واضح. أسأل عما إذا كانت نتائج الانتخابات هذه انعكاس لتنافس أيديولوجي، وبالتالي العدالة والتنمية خسر قدرا من رصيده الأيديولوجي لدى الناخب التركي، ولا المسألة مرتبطة بحجم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي تحياها تركيا منذ سنوات؟ نعم طبعا أستاذنا، في الفاز المعارضين في أهم المدن في تركيا هو خسارة أردوغان في انتخابات بلدية. هناك أسباب، أهم الأسباب أربعة. أول أسباب أزمة اقتصادية طبعا، لأنه حزب العدالة والتنمية أردوغان جاء 2003 إلى السلطة بسبب كان أزمة اقتصادية 2001. نعم. أزمة قوية تاريخية في تركيا، وأسس حزب العدالة والتنمية 2002 وهو جاء 2003 في حكومة تركيا أردوغان. وكمان دلوقتي طبعا بدأ أزمة اقتصادية قوية بالنسبة للمستثمرين وصاحب المحلات، لكن الشعب يحسس لسه جديد. في السبب الثاني هناك أردوغان بعد 2013 هو يتحرك ضد حقوق الإنسان في داخل تركيا، وهو يعني يهاجم إلى أي أفكار ضد إسلام السياسي أو يهاجم بشدة وقوية. والسبب الثالث عندنا خاصة الناس المثقفين الآن في تركيا في السجن تقريبا 6000 أكاديميون الآن في السجن
منهم من رئيس الجامعة. طيب أستاذ ترجت بصراحة، يعني أول ما يعنى به الناخب التركي هل قضايا الحريات والحفاظ على الحريات وعلاقة تركيا بمحيطها الإقليمي وبعض الأزمات ذات الطابع السياسي نوعا ما، ولا المسألة بشكل مباشر جاء أردوغان والعدالة والتنمية لأنه قد ينجز على مستوى الأزمات الاقتصادية التي ألمت بتركيا في مطلع هذه الألفية، وربما سيرحل أردوغان أو سيمنى بخسائر لأن الوضع الاقتصادي لم يعد هو الذي كان عليه في السابق؟ نعم طبعا أستاذنا، أول شيء في الأساس في رقم واحد أزمة اقتصادية، ورقم اثنين أزمة سياسية. الأزمة السياسية في داخل تركيا، لكن هنا نقطة مهمة جدا، مثلا إسطنبول القلعة تبع حزب العدالة التنمية ل 26 سنة بيد الأردوغان وأنقرة كمان بعد 26 سنة تأخذ بيد أردوغان، مهم جدا. والفاز معارضين حزب الشعب الجمهورية هم أصلا شيوعيون، لكن أهم شيء في الرئيس البلدية الجديد إسطنبول أكرم إمامولو هو يحترم إلى كل الأجيال إلى كل الأفكار، وأول مرة بعد 2003 يعني تقريبا 17 سنة الشعب التركي أشوف قدام الأردوغان الرجل السياسي والقوية. أول حتى إحنا كمان يعني أنا قبل الانتخابات لا ينتظر من معارضين فاز إسطنبول. نعم. وانا استغربت كمان. طيب استاذ اوغلو، انا استاذنك في ان تبقى معي، ساتحول بسؤالي للدكتور ايمن سمير معي في الاستوديو. دكتور ايمن، المساله على المستوى الايديولوجي كانت تهم الناخب التركي اصلا منذ البدايه ان يظهر رئيس وزراء ومن بعد ذلك رئيس دوله يرتل القران في المساجد، حتى ظهوره مؤخرا في احد المساجد وهو يتلو ايات من سوره البقره مثلا. هل هذا كان يهم الناخب التركي ان تظهر السيده الاولى مثلا امينه جولبران وهي ترتدي الحجاب وتسير الى جانبه في مشهد ربما يفصح عن قدر من الايديولوجيه؟ هل كان الناخب التركي يهتم بامور من هذا النوع ولا لم يكن يلقي لها بالا اصلا؟ هي لعبت دور كبير جدا في استقطاب قطاعات كبيرة من الشعب التركي، خصوصا في الأرياف وفي بعض المدن التي توصف بأنها يعني معقل للحزب الحاكم. لكن أنا في اعتقادي هذا الإيمان الأيديولوجي، هذا الإعجاب بالشكل تغير مع الزمن، لأن أولا مصداقية هذا الشكل لدى الناخب تأكد أنها غير موجودة. هي ذات جزئية أيضا أشرت إليها. يعني فكرة نعم رئيس يتحدث بمفردات إسلامية لكن سلوكه لا يتسق مع المبادئ الإسلامية، هذا خلق فجوة ما بين الذي يقال وما بين الموجود على أرض الواقع. الأمر الآخر فيما يتعلق بالإيمان بالأيديولوجية، هل المؤمن بهذه الفكرة هو تنظيمي في الحزب الحاكم ولا مجرد متعاطف أو معجب بالفكرة؟ إذا كان تنظيمي في الحزب الحاكم هو سوف يصوت لهذا الحزب حتى لو عمل كوارث، لكن لو حد كان معجب بالفكرة أو محب للفكرة واكتشف أن هذه الفكرة ليست بذات الرونق وليست بذات الوضوح، الرهان في أي انتخابات على الجانب الذي تعتريه الأرجوحة النفسية، أصوت أم لا أصوت؟ بالضبط بالضبط. لعب أردوغان خلال الفترة الماضية على الفكرة الشعبوية، على فكرة الغرائز، على فكرة الخطابات الرنانة، لكن أنا في اعتقادي بعد كل هذه السنوات أصبح المواطن التركي يدرك الحقيقة. الدليل على ذلك أن حتى سياسات أردوغان التي تبدو أنها لخدمة الدولة التركية بدأ المواطن في الداخل يدرك أنها تؤثر على مصالحه بشكل مباشر. يعني مثلا قضيته في التدخل في سوريا، أكثر من استطلاع رأي اتعمل لصالح مؤسسات غربية في تركيا هم ضد التدخل في شمال سوريا، بيعتبروا أن هذا يعني إلحاق الضرر بدولة جارة. لما يتدخل أردوغان ربما لأن له تبعات اقتصادية، وله تبعات اقتصادية عندما تدخل أردوغان حتى في الدول الغربية، يعني غالبية مثل أتراك معجبين بالنمط الأوروبي في الاقتصاد تحديدا بألمانيا، عندما يكون أردوغان علاقات سيئة للغاية بالمستشارة ميركل ويصفها في بعض الأيام في 2017 بأنها تقترب من سلوك هتلر. نعم. هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على الناخب في الداخل.
دايما تركيا كانت دولة تجني مكاسبها السياسية والاقتصادية باعتبارها دولة وظيفية في منطقة الشرق الأوسط لخدمة الأهداف الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم أنها دخلت حلف الناتو من 1953 ودخلت تحارب بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الكوريتين. هذا الوضعية الوظيفية لتركيا أنا في اعتقادي أردوغان أضعفها بشكل كبير للغاية. ليه؟ عندما يحاول أن يشتري منظومة S-400 من روسيا وهذه المنظومة لا تتسق مع باقي الأسلحة من حلف الناتو والأسلحة الغربية، هذا يضعف علاقته بالغرب بشكل كبير للغاية. لما يبني علاقة أنا في اعتقادي على عكس المنطق، التاريخ بيقول هناك 17 حرب ما بين الأتراك والروس، في جميعهم هزم الأتراك، هناك عقدة تركية تجاه روسيا. عندما يحاول أردوغان أن يعمل حلف مع روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أنا في اعتقاد هو يعني هو ضد المنطق، ضد العقيدة التركية القديمة، وبالتالي هذا وجد صدى حتى لدى القوميين الأتراك. يعني بعض القوميين الأتراك الذين تحالفوا معه ظاهريا في الانتخابات لجني مكاسب في الانتخابات، هم يدركوا أن هذه السياسة في النهاية سوف تؤدي إلى ضعاف دور تركيا الإقليمي وفي منطقة الشرق الأوسط. أستاذ ترجت لو سمحت لي إن كنت لازلت معي، نعم، أكرم إمام أوغلو في اسطنبول، هل ذهب الناخبون ليصوتوا إلى شخصية كاريزمية جديدة، ولا المسألة فقط كانت مرتبطة بمنطق التصويت المضاد ضد مرشح حزب العدالة والتنمية ويفترض أن له ثقل داخل الأوساط السياسية التركية بن علي يلدرم؟ نعم أستاذ، لا أقيل هذه الانتخابات البلدية طبعا عادة ليست مهمة، لكن لماذا أهم هذه البلدية؟ إحنا من مش بداية الانتخابات، نهاية الانتخابات إحنا عرفنا رجل سياسي أكرم إمامولو. ممكن طبعا في أكرم إمامولو قدامه في مشكلتين، أول مشكلة أردوغان طبعا هو مش عاوز أكرم إمامولو، المشكلة الثانية حزبه يعني حزب الشعب الجمهورية، بعض الكوادير مسك منصب في حزب الشعب الجمهورية ومش عاوز يتغير منصبه، يعني طبعا بمعناها هم مش عاوز أكرم إمامولو قدامهم، لكن لو في حزب الشعب الجمهوري سيفتح قدام أكرم إمامولو بعد 4 سنين ضد أردوغان، وأول مرة أقوى مرشح رجل سياسي قدام وضد أردوغان في مرشح رئاسة في أكرم إمامولو، ممكن هو سيكون يعني. طيب سيد ترجت، سؤالي الأخير لحضرتك بعد إذنك، يقولون أن حتى معدلات التصويت في التعديلات الدستورية التي أحالت النظام في تركيا من نظام البرلمانيين إلى نظام رئاسي لما قيل إنها رغبة في توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان الذي أصبح رئيسا فيما بعد، أنقرة واسطنبول صوتتا ضد هذه التعديلات. المسألة إذا ما قيست حتى بالانتخابات البلدية الأخيرة، هل فيها دلالة فقط إلى هاتين المنطقتين أو إلى بعض المناطق الغنية أو الثرية التي فيها قدر من التعلم أكبر، ولا هذه قد تكون دلالة لمؤشر أوسع نطاقا يشمل تركيا بأكملها؟ طبعا هذه الانتخابات لا يؤثر الى الحكومه، لكن في نقطه مهمه جدا استاذنا، مثلا حزب الشعب الجمهوري اخذ عندنا في تركيا 82 المحافظه، حزب الشعب الجمهوري اخذ 21 محافظه مدينه، لكن ال 21 محافظه تكون اقتصاديه تركيا، نعم 62%، نعم 62%، يعني بمعناها الحزب الشعب الجمهوري مسك قوية الآن في تركيا. طبعا لازم الشعب التركي هشوف أكرم إمامولو لو هو يشتغل جيد جدا في قدامنا، رأي كبير رأينا يعني، ممكن بعد 4 سنين ويطلع قدام أردوغان ويرشح رئيسه. والآن أهم شيء أستاذنا، الشعب التركي اللي بدأ يبعد عن فكر الإسلام السياسي، ده مهم جدا، لأنه حزب العدالة التنمية دائما يتكلم وأردوغان دائما يتكلم بأسلوب الإسلام السياسي، لكن الناس ينكر هذه المعاملات خاصة من
شعب تركي. نعم. أرسال الحزب الوطني للتنمية. شكرا جزيلا لك سيد ترجت أوغلو الكاتب الصحفي التركي منضما إلينا عبر الهاتف. أعود إلى استكمال هذا النقاش مع دكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، في ذات الجزئية التي اختتمت بها الحديث مع ضيفي الأستاذ ترجت، هل المسألة يمكن أن تقاس إلى عموم تركيا، ولا هي المسألة أيضا مرتبطة ببعض المناطق الكبرى ذات الطبيعة الثقافية والتعليمية المختلفة؟ اسمح لي صمد أرجع في النقطة الخاصة بالأيديولوجيا. أنا في اعتقادي هذه الانتخابات وهذا السقوط لأردوغان هو مؤشر مهم للمنطقة كلها. المنطقة خلال الفترة اللي فاتت وتحديدا من 2011 كانت بتشكل صعود لما يسمى بالإسلام السياسي في المنطقة. كانت في 2010 لو حبيت تعمل قياس كانت ما يسمى بالأحزاب الإسلامية تكاد تكون على أحزاب السلطة، يعني لها أعضاء في البرلمانات، زاد هذا العدد بشكل أو بآخر. نحن الآن في نهاية هذا المد. أنا في اعتقادي ما حدث في تركيا سوف يكون له تداعيات إيجابية على كل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، لأن هذه الأحزاب التي توصف بأنها أحزاب الإسلام السياسي ربما يعني الحنين للفوضى أو الحنين للعودة مرة أخرى للسلطة كان يعني باقيا. لكن هذه النتائج في تركيا وفي اعتقادي مرتبطة بسؤال حضرتك، هل هي في اسطنبول وأنقرة وأدنى وأزمير فقط أم في باقي المناطق؟ هي في كل تركيا. هذا المؤشر سوف ينعكس على كل المنطقة العربية بردا وسلاما، بمعنى كل هذه الأحزاب التي كانت تفكر في القفز على السلطة أو الحنين للفوضى أو تحريك الشارع، لأن كل الأحزاب في المنطقة العربية كانت بتجد دعما بالمناسبة من أردوغان، كانت دعم مادي ودعم إعلامي ودعم تنظيمي ودعم في كل شيء. حتى المظاهرات في الجزائر، هناك تقارير صدرت من الجزائر في الأيام الماضية بتقول أن أردوغان وتركيا وقطر لعبوا دورا كبيرا جدا في تحريك الشارع هناك. إذا هذا الحلم كان مستمرا حتى قبل يوم 31 مارس يوم الانتخابات المحلية التركية. هذه النتائج أنا في اعتقادي سوف يكون لها تأثيرها الإيجابي على عودة الاستقرار للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لأن كل الحالمين بتكرار السيناريو التركي لن يستطيعوا تنفيذ هذا الحلم، لن يجدوا الدعم من تركيا ومن أردوغان ومن حزبه في الفترة القادمة، لأن في تصوري أردوغان ربما يعيد بعض الصياغات ليستعيد أو محاولة لاستعادة القواعد الانتخابية 23. قدامه فرصة المسألة على هذا النحو، هل هي تمنحه قدر ربما من إعادة النظر في بعض ما كان يفعله في الشمال السوري؟ حضرتك أشرت في علاقته مع الولايات المتحدة، في علاقته ببعض الدول العربية، في علاقته حتى مع إسرائيل، إذا كانت هذه القضايا تهم الناخب التركي أو تهمه هو بشكل براجماتي. أنا في اعتقادي أردوغان وصل إلى مرحلة من النرجسية لا تسمح له بعمل نوع يمكن تسميته بالاستدارة الأردوغانية، يعني هو يسير في طريق لا يمكن أن يعترف بالخطأ، فكرة اعترافه بالخطأ وتعديل الاتجاه وتعديل المسار غير موجود. لو نظرت مثلا لعلاقته أو تصريحاته عن مصر ما فيهاش أي تغيير، تصريحاته مثلا عن دول المنطقة، عن المملكة العربية السعودية، عن الإمارات، ما فيهاش أي تعديل. حتى علاقته عن الغرب، هو تحدث عن المضي قدما في صفقة S-400 مهما كانت يعني تأثيرها على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقة قديمة وعلاقة مهمة وعلاقة قوية. إذا فكرة الاستدارة عند أردوغان غير موجودة، وبالتالي فكرة السقوط أنا في اعتقادي في الفترة القادمة لأردوغان وحزبه سوف تتعمق، وان اخطائه سوف تزيد، وربما حتى الاخطاء اللي ما كانتش يعني مكتشفه من قبل الناخب التركي ومن قبل الشارع التركي هتبدا تظهر بشكل كبير للغايه، لان اردوغان ليس هو الشخص الحكيم الذي يستدرك اخطائه ويبدا يعدلها ويبدا يغير مساره، هو مش هذا الشخص على الاطلاق. انظر مثلا بن علي يلدرم ما كانش عايز يدخل الانتخابات بتاعه اسطنبول، هو اجبره على الاستقاله من البرلمان عشان يدخله في انتخابات في الانتخابات في اسطنبول. الحاكم اللي كان حاكم أنقرة وبيحقق نتائج منذ 20 سنة أجبره واستبعده بحجة أنه بيجدد. بالمناسبة هو استبعد بن علي يلدرم من البرلمان واستبعد حاكم أنقرة السابق لسبب واحد، لكي يظل في المشهد التركي شخص واحد هو أردوغان. هذه العقلية اللي بيتدخل في الاقتصاد، نفس ما كان يقال عن أحمد داود أوغلو وكذلك عن
عبد الله جول. عبد الله جول هؤلاء ساعدوه، واكثر ناس قدموا له دعما لكي لا ده اكبر حد قدم له دعما بالمناسبه فتح الله جول. يعني دايما يقال ان كانت علاقه كانت اقرب للزواج الكاثوليكي بين جماعه الخدمه، وهو اللي قدم له كل شيء. يعني هو قدم له الامكانيات والقواعد والمدارس والمستشفيات كل شيء. اردوغان استغل كل هذا للقفز والوصول للحكم، وبعد ذلك اول من نكل بهم نكل باصدقائه ومن دعموه ومن وقفوا معه. وبالتالي حتى يقال ان هذه الانتخابات مؤشر على ازمه كبيره جدا في حزب اردوغان. ان القيادات المهمه والقيادات الفاعله بدات تدرك ان من انها تعمل، ومن يجني الثمر هو فقط اردوغان وليس الدوله التركيه ولا حتى الحزب التركي. وبالتالي اقصائه، حتى البعض بيعتقد ان نفيه بن علي يلدرم بعد ما كان وزير نقل ووزير مشهور على المستوى التركي هو ادخله في معركه يعلم انه قد يخسرها. هذا حرق بن علي يلدرم وحرق البعض في مرحله بينيه كان قدمه رئيس وزراء في الفتره اللي ترك فيها فتره معينه. وبالتالي هذا يؤكد اننا امام شخص لا يمكن ان يعدل مساره. وبالتالي انا في اعتقادي من الان حتى 2023 سوف يعني يعاني اردوغان من خصوصا ان مؤشرات اقتصاديه تحديدا بتقول ان تركيا من الصعب ان يكون فيها نمو اقتصادي على الاقل في الخمس سنوات اللي جايه بنسبه كبيره. ليه؟ لان الاقتصاد التركي عليه ديون لا يمكن تسمح بعمل نمو اكثر من 2% في احسن الاحوال في الخمس سنوات اللي جايه. 2% في ظل المشاكل الاقتصاديه والتضخم والتراجع في الاستثمارات وتحديدا الاستثمار المباشر، ده لا يمكن ان يحسن وضع اقتصاد كبير زي الاقتصاد التركي. هو كثيرا دكتور ايمن ما قيل ان المساله لم تكن مرتبطه حتى بسلوك العداله والتنميه ولا بسلوك رجب طيب اردوغان بقدر ما هو اخفاق متتالي من المعارضه التركيه، وبان المعارضه التركيه هناك انفصال كبير بين صحيح. مفردات خطابها وبين الشارع التركي. ان لم يجد الناخب التركي قدر من المسؤوليه لدى المعارضه التركيه فالامور ايضا ستكون فقط في اطار وقتي ولحظي فقط في انتخابات بلديه. لكن على الاقل احنا شايفين المعارضه بدات تحسن من ادائها. يعني احنا شايفين مثلا حزب الشعب الجمهوري بدا يقدم عناصر بشكل كويس جدا، عمل تحالف مع يسمى الحزب الصالح او الحزب الجيد، عمل تحالف في مناطق هو كان بعيد عنها، استرد انقره. ده هو خسر انقره من 25 سنه، ده شيء نفسي حتى وشيء سياسي وشيء معنوي هيتم البناء عليه في الفتره اللي جايه. الامر الاخر ان حزب الشعب الجمهوري في اعتقادي بيقدم اطروحات معتدله فيما يتعلق بعلاقات تركيا بجيرانها، بعلاقات تركيا بالاتحاد الاوروبي، علاقات تركيا بامريكا، بعلاقه المصالحه الداخليه. لا تنسى ان التعديلات الدستوريه اللي ادخلها اردوغان واللي حصل في الانتخابات الرئاسيه الاخيره احدثت انقسام في الشارع التركي. حديثه عن دايما ان الاخرين هم ارهابيين وخونه وداعمين لحزب العمال الكردستاني وما الى ذلك، هذا ليس له صدى كبير في الشارع التركي. وبالتالي فكره الاستداره او العوده مره اخرى هذا غير مقبول. وبالتالي انا اعتقد ان مستقبل حزب العداله والتنميه في تركيا يتوقف على ربما ظهور صف جديد داخل العداله والتنميه. هذا ربما هو الشيء الوحيد اللي يمكن ان يعيد الثقه مره اخرى في الحزب الحاكم في تركيا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ايمن سمير استاذ العلاقات الدوليه، شكرا لحضراتكم ايضا على طيب المتابعه، وكل من انضم الينا كذلك الاستاذ ترجوت اوغلو الكاتب الصحفي التركي، ومن قبل ذلك كان ضيفا معنا الاستاذ احمد ناجي قمح. شكرا لحضراتكم ايضا على طيب المتابعه. عند راس الساعه موجز لاهم الانباء باذن الله، الى الملتقى.